بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أخواني أخواتي طلبة الأعزاء. نكمل محاضراتنا السابقة حول مادة شبكات الحاسوب. ملاحظة بسيطة قبل أن نبدأ بالمحاضرة، وهو أنه إذا أنت ما متابع الفيديوهات السابقة لا تدخل وتتابع ولا تكمل هذا الفيديو. ضروري جدا أن تكون متابع ملم بالمادة قبل أن تدخل بهذه المحاضرة. طيب، تذكرون بالمحاضرات السابقة احنا اخذنا الكلاسات وانواع الكلاسات، وعندنا كلاس A و B و C و D و A، ولكن اللي المعني بينا او اللي نستخدمه ونستفاد منه هو كلاس A B C، والمفروض انتم عندكم معلومات تامة حول هذا الموضوع حتى ندخل محاضرتنا لهذا اليوم، اللي هو هذه المحاضرة راح يكون اسمها Classless Interdomain Routing. كلاسلس، شنو هذا الكلاسلس؟ تذكرون احنا سجلنا وبالمحاضرات السابقه قلنا عندنا كلاس اي، كلاس بي، كلاس سي. طيب هذا الموضوع هو مرتبط ارتباط كلي بالموضوع السابق، ولكن شنو اللي مميز بيه؟ المميز بيه ده يقول بيه هو اسمه كلاسلس، كلاسلس انتر دومين راوتينج. classless يعني هو ما يستخدم الكلاسات، classless معناها هو ما يستخدم هذه الكلاسات بالصورة اللي احنا فهمناها بالمحاضرات السابقة. فشلون اذن شلون راح يعبر عن هذه الطريقة، شلون راح يستخدمها؟ قبل ان اوضح هذا الشيء، احنا عندنا another term you need to يعني ناخذ ملخص شرحي بسيط حول المادة قبل أن ندخل بالتفاصيل. يعني فدي يقول هنا، يقول لك another term you need to familiarize yourself with the classless inter-domain routing. يقول لك عندك term، مصطلح آخر تحتاج أن تكون familiar وياه، يعني متفهمة أو فاهمة، اللي هو الـ classless inter-domain routing. It's basically the method that ISP, Internet Service Providers. يعني هو بصورة عامة اللي هي الطريقة اللي تستخدمها الـ Internet Service Providers. فهذه الطريقة اللي هي تستخدم the amount of addresses to a company, a home, a customer. يعني هذه يوفر لك شنو؟ IPs إلى شركة، إلى هوم، الى كاستمر يعني زبون. they provide addresses with an a certain block size، يعني مع سايز، مع حجم بلوك. فلذلك احنا يعني هذه الطريقة تستخدم وضرورية جدا ومهمة جدا، وراح تشوفون حتى راح ناخذ عدد من المسائل حول هذا الموضوع. طيب حتى تصير عندك فكرة تامة حول الكلاسلس، شوف انت هذا الاي بي اللي انا باشر لك عليه بالاصفر، اللي هو هسه 192 128 10 32 سلاش 28. شنو هذا ال 28؟ ليش مخلي؟ انا يعني انطيتكم فكره على هذا الموضوع بمحاضره سابقه. يعني هنا شو منطيك سلاش 28؟ شنو هذا السلاش؟ شنو ليش 28؟ احنا كنا ناخذ بس الاي بي اللي هو 168 10 32، هذا ناخذ بالكلاسات. هذا اي كلاس؟ هذا منطقيا يعني حسب ما دا اشوفه اني اللي هو 192 168 10 32 واللي حاضر بالمحاضرات السابقه وفاهمه، هذا بالكلاس سي. تمام. طيب هذا ليش هسه هو منطيني سلاش 28؟ حتى تعرف السبنت ماسك يعني بشكل عام بهذه الطريقه اللي هي بالكلاس، هو ما راح يستخدم الكلاسات، ما راح يقول لك، ما يقول انا دا استخدم كلاس سي وكلاس بي وكلاس اي، لا، وانما يستخدم، ما يستخدم، اللي يستخدم الكلاس ليس. الكلاس ليس اللي هي عكس الكلاسات، اللي هو ينطيك سلاش، ينطيك سلاش 28 سلاش 27 سلاش 24 تمام سلاش 23 اثنين ما اعرف، يعني كل من شوف هو راح يبدي لك الحد ال 30، يعني سلاش يبدي من الى ان يوصل لل 30. زين،
يعني لحد 28 ال 28 29 30. فبهذه الطريقة أنا راح أعرف السبنت ماسك، لأن أنا سابقا من جد مثلا من أقول لك أنا دا أستخدم الكلاسي، أنت أوتوماتيكيا أنا راح تعرف السبنت ماسك لهذا الكلاس إيش قد 255 255 255 صفر. وإذا أعطيك أي بي بالكلاس بي راح تعرف السبنت ماسك إيش قد السبنت ماسك مال الكلاس بي 255 255 صفر صفر. طيب وإذا أعطيك بالكلاس اي اي بي ادريس راح تعرف الاي بي ادريس اللي هو تابع عفوا السبنت ماسك اللي تابع لهذا الاي بي اللي هو بالكلاس اي راح يكون 255.000. يعني 255.0.0.0. ولكن بهذه الطريقه احنا ما راح نعرف هاي 28 القصد بيها 28 راح يكون عندك السبنت ماسك عندك انت بالسبنت ماسك كم بلوك عندي 4 او 4 اوكتل، يعني عندي 4 اللي هو 8 ب 8 ب 8 يعني 8 بتات 8 بتات 8 بتات 8 بتات تمام. فهذا ال 8 بتات عندي اول 8 هذه 8 اضيف لها ال 8 الاربع وحدات ال 8 اللي بعدها ايش قد يصير عندك 16. فلو كان عندي سبنت ماسك هو 255 255 00 فراح هنا شي يكتب لك سلاش 16، بس هو قد مخلي 28. اذا لازم اكمل، اذا 8 و8 16 و8 24 تمام، وهم هذا بعده 28. اذا هو ماخذ منين؟ ماخذ من الجزء الاخير، الجزء الاخير اللي هو كنا ناخذه اللي هو يعني 255 255 255 صفر، لا هذا بعد 255 255 255 دوت رقم وياه. ليش؟ لان هو بعد مستمر مو 24 باقي مستمر، اربع بتات ماخذ اربع بتات ماخذ، فضايف الاربع على 28 ال 24 يصير عندي 28 بت. وبهذه الطريقه انا راح احسب شنو؟ راح احسب السبنت ماسك اللي عندي. فهنا أنا عندك، شوف هنا هو منطيك جدول أو تيبل، منطيك ملخص لك يقول لك إذا رقم الآي بي سلاش 8 إذا السبنت ماسك 255.000. طيب إذا سلاش 9 راح يصير 255.128.00. ليش 128؟ ليش؟ لأنه إحنا قلنا 9، إذا أول 8 هذه 255.9 واحد دوت واحد بالأوكتل الثاني دوت واحد صفر صفر سبع أصفار بصفر. إذا من دوت واحد سبع أصفار بصفر هذا جيد 128 اللي بعد كنا أصفار صفر صفر. إذا سلاش 10 نفس الشيء، سلاش 11 254 إلى أن هو أنا مطيق هذا التيبل. طبعا معدد لك يا قايل لك هو إذا كان عندك السلاش هذا اللي يحفظ هذا التيبل هو راح يحفظ كل السبنت ماسك، لان هو عندك انت يبدي من الثمانية الى الثلاثين سلاش ثلاثين، فهو انت عندك بالمينيمم 8 نتورك، بعدين 9 بعدين 10 بعدين يعني الى ان توصل لل 30 سلاش 30 اللي هو 252. شوف هذا 255 255 255 دوت 252. فبهذه الطريقة اللي يحفظ هذه التيبلات راح يحفظ كل السبنت ماسك اللي موجودة عندك، ولكن مو ضروري تحفظها وانا ما تفهمها. حسب الأمثلة اللي هسه راح ناخذها راح تصير عندكم إن شاء الله فكرة واضحة وتامة حول هذا الموضوع. هنا هو ايش قايل لك؟ قايل لك يعني مثلا قبل شوية ايش قلنا؟ 128. يعني إذا كان عندك الأوكتل أو إذا كان عندك الـ مثلا سجلنا بهذا التيبل قلنا 9 ليش؟ أول 8 تابع هذا، فإذا هذا 255 دوت واحد بقى واحد حتى يكمل 9، لأن 8 بقى واحد إيش قد راح يصير؟ واحد بصفر 7 أصفار، إيش قد قيمته 128؟
هنا أنا أشوف واحد صفر 7 أصفار 128 تذكرون بالمحاضرات السابقة وضعت هذا الشيء بصورة أكثر دقة. هنا أنا عندك إذا واحد واحد صار قد 192 يعني سلاش 26 فراون، أو إذا ثلاث وحدات 224، أربع وحدات 250 إلى أن 252 يبقي لك دائما آخر شيء 2 سلاش دوت يعني سلاش 30 اللي هو لازم يبقي لك آخر شيء شقد بتين اللي هن ذني المن للهوست. يعني ما معقولة كلهن وحدات فمعناها كلها شبكة، فمعناها ما ممكن يعني ما عندي هوست بس عندي شبكات، فشو المفادة؟ لازم عندي شنو شبكة، فبقي دائما آخر هوستين يعني المينيموم للاستخدام فإنه 30 يعني سلاش 30. هسه راح ناخذ عندي أمثلة هنا يعني هو دا يقول لك الأمثلة شلون تجي، احنا مباشرة ندخل بالأمثلة يعني ما أريد أدوخكم بهذه اللغوة اللي موجودة بالشرح. هنا عندك هذا مثال، هذا مثال practice example هو يقول لك هذا عندي اللي هو 255 255 255 دوت 192. هذا سبنت ماسك مطيك اياه سلاش 26، هو ما يحتاج يعطيك سلاش 26، انت اوتوماتيكيا راح تعرف هو سلاش 26. ليش؟ لانه انت اذا تحدد لك هذه 8 8 ايش قد 16 8 ايش قد 24، وراح يصير عندك ذني ايش قد 24 بعد لك ايش قد حتى يصير 26 بعد 2 بت يعني واحدين، فذن الواحدين يصير باخر اوكتل. شو راح يصير عندك؟ واحد واحد والباقي صفار، هذا فواحد واحد لقيت 192 192 مثل ما هنا نتوضح اكثر، يعني واحد واحد الباقي كله سبعات 192. فهذا المثال يبقى لك سلاش 26. شو يريد منك هذا السؤال؟ شو يريد منك؟ هو هنا قايل لك الأسئلة تجي بهذه الصيغة، يعني شو يقول لك؟ يقول لك how many subnets؟ ايش قد subnets عندي؟ تمام. How many valid host؟ ايش قد عندي host؟ هذه النقطة الثانية بالسؤال اللي يقول لك. ثالثا شو يريد من يمك؟ يريد منك the valid subnets. السبنت ماسك اللي السبنتس اللي عندي لازم شنو يعرفها شنو. بعدين يقول لك what is the broadcast address. broadcast address عنوان النشر، عنوان broadcast، اكو اي بي مخصص للبرودكاست بكل شبك، فشنو هو الاي بي اللي مخصص لهذا البرودكاست. بعدين يقول لك what is the valid host in each subnets. يريد the valid الهوستات بكل سبنت. هذه عندك الاسئله، هذه الأسئلة تجي بهذا الصيغة. فهو هنا هذا السؤال رايد مني مك بهذا المثال، هذا المثال رايد مني مك شنو؟ رايد مني مك هذه النقاط. أول وحدة what is the subnets، شنو إن السبنت اللي موجودة. طيب أنا حتى أحلل السؤال بصورة أكثر، أوضحه بصورة أكثر، هو منطيني فرضا الاي بي اللي هو هذا وي هذا سبنت ماسك اللي هو 92 168 10 دوت 0، هذا النتورك ادريس. السبنت ماسك هو منطيني اياه 255 3 دوت 192. تمام 192 اجي احللها اللي هي اخر وحده، اخر وحده قلنا شلون 192 اعبر عنها بالباينري؟ اعبر عنها بهذا الصيغه 1 1 وست اصفار صفر 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 صفر، يعني هذا اذا تحسبها راح يصير لك ايش قد؟ 192. راح تصير عندك 192 مثل ما ذكرت المحاضرة السابقة مهمة، لذلك تكون متابع المحاضرة السابقة راح تعرف انا شلون دا احسبها هنا. فاني عندي هنا ايش قد؟ 192. تمام حتى اعرف عدد السبنتس باخر جزء اللي هو هذا ال 192 كم واحد عندي؟ 2. فحتى يصير عندي معلوم السبنت ايش قد؟ 2 اس 2. 2 عدد الوحدات ايش قد؟ 2. ف 2 على اس عدد الوحدات. هنا ايش قد عدد الوحدات؟ 2. فاذا 2 اس 2 ايش قد؟ 4. 2 اس 2 4، 2 في 2 4. هذه عندي شنو؟ عدد السبنتس. هذه خلصناها اول وحده، يقول لك هاو ماني سبنتس؟ عندي أربعة، هذه تسجلها.
2 أس 2 يساوي 4. زين النقطة اللي بعدها شو يريد منك؟ how many host، ايش قد عندي host اقدر استخدمه بهذا الـ IP او بهذا السبنت ماسك؟ عدد الـ host ايش قد؟ how many host per subnets ايش قد؟ طيب انا هنا عندي كم صفر؟ 6 2 أس 6 ناقص 2، 2 أس 6 ناقص 2، ف 2 أس 6 اللي هي ايش قد عدد الأصفار؟ 6، ايش قد؟ 64، 2 في 2 في 2 احسبها يطلع عندك 64 ناقص 2 يساوي 62 هوست، 62 هوست. تمام؟ ان شاء الله تكون واضحه لحد الان. اللي هو بدايه السبنتس 2 اس 2 عدد الوحدات اللي هن ايش قد؟ 2، ف 2 اس 2 هاي عدد هاو ماني سبنتس. بعدين شو يريد؟ يريد منك الهوست، عدد الهوست، فانا احسب ذني 6 2 اس 6 ناقص 2، ركز هنا ناقص 2 62 هوست. خلصنا. هسه شو يريد اللي بعد؟ What is or what are the valid subnets؟ السبنتس اللي عندي موجودة ايش قد؟ وين شنو هن؟ أنا عندي كم سبنت هسه حسبتها؟ 2 أس 2 ايش قد؟ 4. يريد قيمهم، يريد قيم ذني السبنتس، فحتى أعرف قيم ذني السبنتس شو أسوي؟ لازم أستخرج القيمة. فش استخرج انا ايش قد عندي هنا هذا الرقم 192، اطرح منه 256، 256 ناقص 192 ايش قد تستخرج؟ اللي هي ايش قد؟ 64، 64. حلو تمام. ابدي من الصفر السبنتس، صفر انا عندي اربع سبنتس، ابدي من الصفر دائما، صفر بعدين 64 تمام، بعدين زود 64 ل 64 ايش قد يصير عندك؟ ايش قد يصير؟ 128، 128 زود لها 64 ايش قد يصير؟ 192. الحد هو اخر رقم بالسبنت ماسك اللي هو معطيني اياه. تمام، انا عندي 4 فهنا الصفر وبعدين 64 وبعدين 128 وبعدين 192. شلون صار هيك؟ نقصت. شلون يعني؟ من عرفت اللي فارق عندي 64 اطرح ال 256 ثابته عندك 256 من اللي هو رقم شنو؟ رقم السبنت ماسك، اخر اوكتل للسبنت ماسك 192 يصير 64، حصل عندك الفاليو بهذه الطريقه. حلو تمام، لهنا واضحه المفروض وبسيطة. هسه آخر شيء يقول لك مثل لي الشرح اللي صار، مثل لي إياه عندك. أريد تستخرج لي الـ IP address تمام، عفوا الـ valid host. الـ valid host يعني من أول host، أول جهاز للـ IP إليه الحد شنو؟ الحد آخر جهاز بكل subnets. أنا كم subnet؟ 4، 0 64 128 192. ابدي هنا اوزعهم تسبنتس، 0 64 128 192. حلو اوكي. اور فيرست هوست، هسه عندي الفيرست هوست، اول هوست ممكن استخدمها، شنو القيمه مالته؟ 1، واحد بالسبنت ماسك اللي هو صفر، واحد. آخر هوست 62 تمام، 62. ليش 62؟ ليش 62؟ واحد هسه يقول لي ليش 62؟ أريدك تفكر بالثواني، راح أعطيك إياها ثواني. ليش 62؟ ليش قل لك أول هوست واحد وآخر هوست 62؟ ليش 62؟ لان احنا هسه قبل شوي سوينا حسبنا، قلنا how many hosts per subnets،
حسبناها 2 و6 ناقص 2 62. هو ده يقول هو أنا أصلا صار عندي قبل شوية عد الهوست 62، فأذن أول هوست يبدأ من 1 وآخر هوست اللي هو آخر رقم 62. تمام. يعني صار عندك الآيب اللي هو هذا 192 و28 168 10 0. إذن أول آيبي أو أول حاسبة راح تستخدم هذا الآيبي إيش قد؟ 192 168 10 1. وآخر هوست بهذا السبنتس 192 168 10 62. هنا نتوقف؟ لا، نكمل السبنتس اللي عندنا. أنا هذا بهذه الصيغة أنا أريدك تحل بهذه مثل ما موجود عندك، إذا تجيك الأسئلة هيك أريدك تحلي بهذه الصيغة. بعد عندك آخر شيء هو إيش قال لك؟ قال لك أريد البرودكاست أدريس. البرودكاست أدريس اللي هو عندك آخر هوست إيش قد؟ 62 أعطيه 63. هذا مخصص للبرودكاست، مخصص للبرودكاست. تمام، هسه حلو كملنا أول سبنتس. إلا سبنتس الثاني اللي هو 64. أول آي بي لهذا السبنتس 65. تمام، آخر آي بي إيش قد؟ 65 أضيف لها 61 راح تصير عندك شنو؟ راح يصير عندك 126. 126 ليش؟ أنا عندي 92 شنو؟ 92 هوست أو لا أو إيه نعم هوست 62 هوست. وبهذه الصيغة صار عندي 65 آخر هوست 126. 126 البودكاست مالته إيش قد؟ 127. إذن بهذه الصيغة حتى توضح الصورة أكثر، أول آي بي بهذا السبنتس من أستخدم هذا الآي بي 192 168 10 إيش قد؟ 65. يعني هذا المستخدم أو هذا اليوزر راح يكون آي بي مالته أول واحد راح يكون الآي بي مالته بهذا السبنتس وهذا البلوك راح يكون 192 168 10 0 أو العفو 10 65. واخر واحد ايش قد؟ 126. 126 يعني 10 192 168 10 126. هنا نفس الشيء نكمل باقي السبنتس هذا ال 128 واخر شيء 192 هذا نفس الشيء ام ابدي 129 اضيف له 61 لان عندنا 62 سبنتس. فليش اضيف له 61؟ ليش ما اضيف له 62؟ لان هو انا اصلا دا استخدم هذا يعني مو منطقي، هو انا دا استخدم يعني هذا من ضمنهن فيصير 62، يعني ال 129 من ضمنهن يصير 62. فاضيف له لل 129 اضيف له 61 راح يصير عندي 196. وكذلك هذا اكمل به. طلاب هذا الموضوع اذا تتباعوا له بهذه الصيغه راح تحس به صعوبه، بس اذا تحل راح تشوفه كل سهل. لذلك لا تكتب ورقه وقلم وتشرح تفتهم الآلية وتكتب الآلية اللي أنا هسه شرحت بيها، راح يصير الموضوع جدا بسيط ومو معقد أبدا. هسه كملنا هذا المثال. أخذ مثال ثاني، هذا المثال نفس ذاك المثال، ذاك إيش قلت كان عندي سلاش 26، أنا قايل لك سلاش 27، يعني مثال راح أمر بمرور سريع يعني لأن هو تقريبا يعني نصا مشابه جدا للمثال القبله، ولكن شوية أطول اللي راح يصير عندك. ليش؟ لأنه هنا عندك 27، فهذا آخر رقم 242. أجي أحلله شو راح يكون عندك؟ راح يكون عندك 3 وحدات تمام والباقي أصفار، 3 وحدات والباقي أصفار. إذن 3 تمام، 3 والباقي ايش قد؟ 5. يعني بدل ما هنا كان عندي 1 والباقي ايش قد؟ 6 اصفار، هنا لا راح يصير عندك 3 وحدات والباقي اصفار. اذا المثال مشابه تقريبا. عدد الهوست السبنت ايش قد؟ بدون ما باو عدد السبنت ايش قد؟ 2 اس 3. ليش 2 اس 3؟ ليش؟ لانه انا 3 وحدات عندي هنا، اذا احلل هذا مثل ما قلنا 224 راح يصير عندك 1 1 1 صفر 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 صفر.
يعني 5 اصفار وثلاث وحدات. اذا انا شو عندي راح يصير؟ راح يصير 2 اس 3. 2 اس 3 كم عدد السومنتس؟ 2 اس 3 2 اس 3 2 في 2 4 في 2 8. اذا 8 سومنتس عندي. خلصت اول نقطة. النقطة اللي بعدها كم عدد الهوست؟ الهوست عندي 2 اس جد 5 لين 5 اصفار، مو تجي الساعة 6 اصفار، 5 اصفار. زين 2 اس 5 طبعا هنا عندك هنا بس خطأ، هنا مو 23 هنا 2 اس 3 2 اس 3 8 هنا 2 اس 5 هنا خطأ تبعي. ف 2 اس 5 ايش قد؟ 32 ناقص 2 30. اذا 30 هوست عندي، 30 هوست عندي. تمام هسه خلصنا من هاي، وقلنا مرور سريع لانه مثال مشابه تقريبا للي قبله. هنا اريد اعرف يريد الفاليد سبنتس. الفاليد سبنتس ديش الساعه شو اخذنا؟ 0 64 28 الاخر رقم كان 192. فهسه يريد السبنتس. السبنتس اطرح 256 2 من الاخر رقم اللي هو هنا 224. ايش قد يصير؟ 32. اذا ابدي 0 32 ازود 32 وياها 64 96 ليه زاد 32. 32 هذا صار عامل الفرق عندك. 128 160 192 اخر شيء 224 اللي هو هذا اخر رقم عندي. 224 توقف عنده بعد ما اضيف. ليش ناقصني 8؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 وهن 8 2 و 3 8 هن عدد السبنت فهن اذن 8. تمام خلصنا من هذا. هسه ابدي مباشرة احل جوا من اول اي بي الى اخر اي بي. اول اي بي قلنا نبدي منين؟ من الصفر. العفو ابدي من السبنت الصفر سبنت ادريس. اول اي بي راح يكون للواحد تمام، واخر اي بي دي المن لل 30. ليش 30؟ لان هو اصلا اللي قلت 30 قبل شوي ايش اخذنا؟ اخذنا 30 عدد الهوست. تمام البرودكاست ادريس 31 اللي هي تضيف لها دائما واحد. هذا برودكاست هذا الاي بي يكون مختص للارسال يعني متخصص. زين اللي بعدها 32. ليش 32؟ هو هنا بعد 32 وبعدين 64 بعدين يعني مثال قلنا مشابه تقريبا للقبله ونفس الطريقه اللي هسه قبل شوي حليناها. لا هذا لك تحلها تكتبها بيدك حتى تبدي تفتهم. طيب خلصنا من هذا السؤال، نعبر على سؤال الاخ. نفس السؤال هنا قال لك 28 ما اريد احله، اريدك تحليها شوي راح يكون اعقد لان عدد السبنس راح يصير اكثر لان 28 واخر رقم ايش قد؟ 200 يعني 240. فهذا الشيء ايش راح يكون عندك الباينري؟ 1 2 3 4 عدد شنو؟ 4 عدد الوحدات اللي موجوده عندي باخر اوكتو. زين واخر شيء 4 اصفار ف 2 اس 4 ايش قد؟ 2 اس 4 16. فراح يكون عندك 16 سبنتس. فهنا عندك يعني مجرد ان زياده عندك بالرقم 16 0 16 32 48 الى 240 اللي هو هنا هذا اخر 42 16. فلذلك راح يصير عندك شويه اطول الحل، ولا ما هو نفس الخطوه نفس العمليه مو تعقيد. وهنا قايل لك 29 نفس الشيء راح يكون اعقد اكثر. تمام راح يكون اعقد، هو هنا هم مختصر لك نفس العمليه مختصر لك. تمام بس هنا كملنا هذا. هنا راح نطفر هسه نفس الاسئله بس شويه تختلف عندك، شويه اكو اختلاف. شنو الاختلاف بي؟ الاختلاف بي هسه اوضح لك اياه. ايش قايل لك هو؟ قايل لك هذا الاي بي 255 مو الاي بي العفو، انما هذا سبنت مات 255 192.0 192.0. يعني هو دا يتعامل هنا وين؟ بالاوكتل الثالث اللي هو 2.0. بينما شوف الامثله السابقه كلها كانت تقريبا دا نتعامل كانما بالكلاسي، كلها باخر شيء باخر جزء اللي هو 248 هنا اخر شيء مو صفر، ونفس القبله 240 ونفس القبل يعني. بينما هنا اكو عندك اختلاف بسيط اللي هو كانما دا يتعامل بالكلاس بي ولكن بهذا الصيغة 255 255 200 192.0.
/18. أنا هذا الدوت صفر يعني شنو يعني كلها أصفارة. إذا نشيت عامل العامل وين 192 كم كم واحد عندي؟ واحدين 100 يعني أنا بديت أتذكر يعني أنا حافظهن ولكن انتهم كذلك بالممارسة راح يعني تبدي تحفظ ذني 192 واحدين والباقي 6 صفار بينما لو قايل لك هنا مثلا 128 لا واحد والباقي كلهن صفار وهالشكل. إذا أبدي أتعامل بالجزء الثالث اللي هو third octet زين أشوف أنه هو ممثله عموما. فهو أنا أعطيك الآبي 172 16 0 0 قال لك هذا النتورك أدريس النتورك أدريس العام تمام استبنت ماسك ومطيك إياه 255.255.192.0 يريد عدد السبنت نفس اللي متطلبات السابقة هسه هنا عم يريدها عدد السبنت 2 أس 2 هنا نصوارة آخر شيء ما أحسن 2 أس 2 2 أس 2 إيش قد 4 إذا عندي 4 سبنت ماسك طيب جيد جدا. هسه بعد شي يريد الهوست عدد الهوست عندي هنا 8 يعني هذا صفر كله صفار إذا 8 أصلا محجوزات ينضاف لهن 6 ايش قد يصير عندك 14 حلو. فهنا 2 أس 14 قلنا هنا اكو خطأ طبعاً هنا قصدي 2 أس 14 2 أس 14 ايش قد خلينا نحسبها بالضبط بالحاسبة عندك هنا اثنين أس 14 اثنين أس 14 يساوي 16,304.80 طيب ناقص شنو 2 فش يصير عندك 16,302.80 يعني وانا اشار على قال لك هنا 6 بت من الثيرد اوكتيت و8 من اخر شيء من رابع اللي هو ذني اظن هذا صفر فاذا 8 و 6 يصير 14 2 يصير 14 ناقص 2 اذا عدد الهوست ايش قد 16,302.80 تحفظ هذا زين. طيب بعدها شي يريد منك قلنا يريد يعني انا شوية هم تعبت فشي يريد منك يريد من يمك عدد ال عفوا الفاليد سبنتس الفاليد سبنتس يعني السبنتس اللي عندك أبدي نفس العملية اللي سويناها أطرح 256 من 192 شقد يساوي 64 فش راح تساوي عندك 0 64 128 192 ولكن هنا الاختلاف شنو؟ الاختلاف شوف هنا قايل لك هو أصلا دوت صفر أنا قاعد أتعامل هنا هنا صفر هنا 64 128 192 وهذا آخر شيء دوت صفر هم لازم يتذكر فش أكتب؟ أكتب صفر دوت صفر 64.0 128.0 192.0 هذا الاختلاف اللي صار عندك بالامثال الامثله اللي قبلها ونفس هذا المثال هسه فرضا يجيك هنا صفر بمكان 192 صفر وهنا مثلا رقم مثل 128 192 ايش قد هنا رقم تمام فهنا على هالاساس هذا شو راح تتعامل راح يصير عندك لا فرضا هذا صفر وهذا صفر وهنا 192 راح مثلا 255.192 صفر صفر ايش راح يصير عندك؟ راح يصير عندك صفر دوت صفر دوت صفر 64.0 دوت صفر 128.0 دوت صفر وهالشكل اللي هو اخر واحد 192.0 بس هنا عندي لا
هنا بس دوت صفر، هنا صفر دوت صفر، 64 دوت صفر وهكذا. ليش انا ايش سويت؟ هسه ابدي افهمك ليش سويت. استوردت ماسك، اول احنا قلنا 0.0 64.0 128.0 192.0. حلو تمام. الاي بي ادريس الاول، الاي بي ادريس 0.1 دائما يبدا من الواحد، فمنطقيا انا الاي بي ادريس لازم يكون واحد هنا الهوست العفو. فارجع للاي بي، الاي بي هو اصلا جيت والله 192.16، يعني ما اقول له هنا 1.0 لا لا، اقول له 0.1 مثل ما موجود هنا 0.1. ليش 0.1؟ لانه هو انا ابدي من اول واحد، اول هوست، اول حاسبه، اول موبايل، اول جهاز مربوط بهذه الشبكه اللي هو 0.1. طيب اخر واحد الثاني شي يكون 0.2، الثالث 0.3 وهكذا يجي يستمر الى اخر واحد ايش جيت 63254. ليش؟ لانه هو انا قبل شوي حسبناها هيك 63000 16304 و 20. طيب هنا شلون حسب؟ ليش الاختلاف اللي صار عندك؟ ليش صار عندك بهذه الصيغه؟ انا ايش قد عندي؟ عندي 16000، وين هو؟ 16382 قلنا ناقص 2 تمام، مثل ما موجود هنا 16382. وبهذه الصيغه صعبه ان تحسب الاي بيات، يعني انا خلو ما اكتب هنا 16302 لا، يعني هذه الاي بيات مو بهذه الصيغه تنحسب. مثل ما هسه ايش قلنا؟ قلنا مثلا هذا الاي بي الاول يبدي 192 16000.0.1، الاي بي الثاني شو يكون؟ .0.2.0.3.4.5.6 لحد ما يوصل ايش قد؟ 254. حلو؟ وصل ل 254، بعدين ايش قد هذا راح يصير؟ راح يصير واحد. من يصير واحد هذا اللي بعده شو يصير؟ 1.1. يعني هذا صار عندك الاي بي اللي هو رقم 256 اللي هو 1.1، بعدين 1.2، بعدين 1.3 الى ان يوصل 255، ونفس الشيء وهكذا يظل يستمر بهذه الطريقه لحد ما يوصل 16382. بس انا هنا أنا حتى اعرف اخر اي بي شلون ابدي اعرفه؟ شلون راح اعرفه؟ شلون راح اعرفه؟ أعرفه من هذه الطريقة، ولا وهو أشوف السبنت ماسك اللي هو بعد الصفر صفر، السبنت ماسك جيت 64.0، فإذا هذا 64.0 أكتب هنا 63.254. حلو؟ البرودكاست راح يكون 63.255. طيب يعني بهالحالة راح يكون عندك آخر آي بي هنا 192.16.63.254. يعني 63.254 يصير هنا مكان ذن الصفرين تمام. وبهذه الصيغه راح يكون عندي هذا اخر اي بي بهذا السبنتس، مو كل الاي بيات لا، بهذا السبنتس. السبنت البرودكاست هو دائما بعد الاخر اي بي، يعني دائما بعد الاخر اي بي، فهذا اخر اي بي 63.254، اذا البرودكاست 63.255. طيب السبنت ماسك اللي بعده اللي هو ال 64، فاذا 64.0 ابدي 64.1 واخر واحد 127 اللي هو ليش؟ اللي هنا 128.0، وانا اكتب 127.224 حتى تعرف الاي بيات حتى تصير عندك اسهل. البرودكاست اللي بعده وهكذا تكمل يعني البقيه مثل ما موجود. طيب هذا اعتقد واضح المثال. المثال السائل اللي بعده مثلا هنا ايش قايل لك؟ قايل لك
255.255.0.0/16. تمام؟ هنا أنا عندك هذا صفار وهذا صفار وهذا 255. فحتى أعرف أني السبنتس ش أكتب 2 أس 8. ليش 2 أس 8؟ يعني هنا أنا 255. فهذا هنا كلهن ثمانيات. دوت صفر دوت صفر ذني وأحسبهن ما عندي بهن أصلاً وحدات. فإذا هذا الأوكتت بثمان وحدات 2 أس 8. 2 أس 8 إيش قد؟ 256. إذا عندي 256 سبنتس. تخيل أنت تبدي تحسب 256 سبنتس. طيب عدد الهوست، عدد الهوست 16. هنا 8 يعني عدد مو عدد الهوست وإنما عدد الزيروز اللي موجودة بالهوست. هنا 8 و8 16. فإذا 2 أس 16 ناقص 2 يصير عندك 65.534. أريد الفاليد سبنتس 256 من هذا الرقم 255. واحد كم عندك؟ راح يكون عندك إيش قد عدد ال سبنتس؟ هو مثل ما قايل لك أصلاً 256. فإذا أبدي من الصفر 1 2 3 4 5 لحد 256 وراح تمثلها بهذا الصيغة أصلاً. يعني هذا المثال الموجود لحد 256. تمام طلاب؟ هذا المثال كملناه وتقريبا كملنا هذا الفصل. باقي الأمثلة طلاب عليكم، حاولوا تقروهن، يعني نفس الأمثلة ونفس الأفكار، حاول تقروهن. أسئلة نهاية الفصل أسئلة مهمة جدا، ذني مطيك أمثلة قايل لك حلياهن. شوف ذني الأمثلة ذني مهمة جدا. راح يكون عندكم إن شاء الله أسبوع القادم امتحان بالمادة اللي أخذناها كلها، بالمادة اللي أخذناها قصدي بالفصل الثاني، يعني هذا الفصل، هذا الفصل عندكم به امتحان اللي هو النتورك لاير، والفصل اللي قبله اللي هو الداتا لينك لاير. راح يكون هذا الامتحان هو امتحان الفصل الثاني. اللي ما يحضر بالامتحان طبعا راح يعني ما اعطيه درجة لانه هو اصلا ما حضر بالامتحان، فالدرجة راح تكون صفر. يعني هذا الفصل اللي هو النتورك لاير والفصل اللي قبله اللي هو الداتا لينك لاير، هذه الفصلين عندكم امتحان بيهن امتحان الفصل الثاني. والموفقية للجميع إن شاء الله.